أهلا بكم من جديد. أكد السيد خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية على ما تتمتع به مملكة البحرين من مقومات اقتصادية جاذبة وتسهيلات من شأنها أن تسهم في توفير بيئة أعمال محفزة ومشجعة على الاستثمار وتعزيز موقعها الاقتصادي ورفع تنافسيتها باعتبارها مركزا مهما لممارسة الأنشطة الاقتصادية وفتح المزيد من الفرص النوعية الواعدة. وأشار الرميحي إلى أن تصنيفات المملكة المتقدمة في أبرز المؤشرات والتقارير الدولية تؤكد تميز بيئتها التجارية وتنوعها وجاذبية العمل فيها على مختلف الأصعدة، وما تقدمه من تسهيلات وإجراءات للمستثمرين تؤهلها لتكون الوجهة المفضلة للاستثمارات العالمية. ونوه الرميحي أن تقرير إكسبات إنسايدر الصادر عن منظمة إنترنيشنز الذي صنف المملكة في المركز الأول دوليا كأفضل وجهة للعمالة الأجنبية يعكس رغبة الوافدين في الإقامة والعمل فيها بسبب جودة الحياة العالية فيها والخيارات المهنية المنوعة التي تقدمها، بالإضافة إلى مستوى الخدمات والتعليم والرعاية المتوفرة في المملكة. دشن المصرف الخليجي التجاري أحد المصارف الإسلامية بمملكة البحرين منصة الخليجي للتداول الإلكتروني، حيث أعلن المصرف عن جملة من المشاريع الرائدة في هذا المجال التي تهدف إلى توفير الحلول المبتكرة لعملائه. وبهذه المناسبة أكد الرئيس التنفيذي للمصرف الخليجي التجاري السيد سطام سليمان القصيبي أن المنصة تعتبر الأولى من نوعها بالمملكة وتقدم العديد من المزايا التي ستجعل منها محركا أساسيا لعملاء المصرف وستمكنهم من فتح الحسابات لتداول الأسهم المدرجة في بورصة البحرين. ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين سعادة الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة أن بورصة البحرين بادرت مؤخرا بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية التي من شأنها تشجيع الأفراد من البحرينيين وغير البحرينيين على الاستثمار في بورصة البحرين، ومن ضمنها إطلاق منصة بحرين تريد بالتنسيق مع العديد من البنوك المحلية. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد سطام سليمان القصيبي الرئيس التنفيذي للمصرف الخليجي التجاري. مساء الخير سيد سطام، وفي البداية لو تحدثنا عن هذه المنصة والخدمات التي تقدمها لعملاء المصرف. الله يمسيك بالخير أخت ريم، شكرا للاستضافة. طبعا بداية كما ذكرتي أن هناك مبادرة أطلقت من قبل بورصة البحرين تحت مسمى بحرين تريد تسعى لدعوة البنوك بأن تنضم لهذه المبادرة وأن توفر خدمة التداول عبر الإنترنت لعملائها، وكان المصرف الخليجي له النصيب بأن يكون أول بنك يتبنى هذه المبادرة من خلال خليجي إي تريد، وهي عبارة عن منصة إلكترونية توفر خدمة التداول عبر الإنترنت للمستثمرين من خلال الهاتف. نعم. بالحديث عن التكنولوجيا، تتسابق المؤسسات المالية لتبني التكنولوجيا الحديثة لتطوير خدماتهم التي يقدمونها للعملاء، فهل يسعى المصرف الخليجي التجاري للمواكبة في هذا المجال من خلال تدشين هذه المنصة؟ طبعا هذه خطوة واحدة من خطوات كثيرة. المصرف المركزي أطلق من خلال منذ سنة تقريبا بيئة رقابية تجريبية للتكنولوجيا. احنا اليوم نستفيد من هذه البيئة ومن الخبرات الموجودة فيها، نتطلع بالتعاون مع مخرجات هذه البيئة لإحداث نقلة في الخدمات المقدمة من قبل البنوك اليوم. نعم. ما هي توقعاتكم حول الأثر الذي سينتج من تدشين هذه المنصة على المستثمرين وحجم التداول في بورصة البحرين بالتحديد؟ طبعا لا شك ان يضاف هذا المنتج الى باقة منتجات المصرف من الخدمات، وهذا يميز المصرف عن منافسيه من البنوك. كما يكون للبورصة منصة إلكترونية تمكنها من الوصول إلى شريحة أكبر من المستثمرين، مما يعني يزيد من حجم التداول، وكذلك أن المستثمر يستطيع الوصول إلى بورصة البحرين بشكل أسهل وبرسوم أبسط من غير وسطاء،
ودون حد أدنى بكل بساطة من خلال الهاتف المحمول. نعم، السيد سطام سليمان القصيبي الرئيس التنفيذي للمصرف الخليجي التجاري، شكرا جزيلا لك. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية التعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين، حيث تقدم مؤشر البحرين العام في إغلاق اليوم بنسبة 0.4% بإقفال عند مستوى 1406 نقاط، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية، وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 4,692,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 1,332,000 دينار تم تنفيذها من خلال 72 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية. أما بالنسبة إلى أغلاقات باقي البورصات الخليجية، فنبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 8,427 نقطة بانخفاض بلغت نسبته 0.45%. وبالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلق عند مستوى 4,870 نقطة كما هو موضح على الشاشة بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0.3%. أما بالنسبة لسوق دبي المالي فقد أغلق عند مستوى 2,591 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.53%، ليكون الرابح الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم. أطلقت حكومة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة حزما استثمارية تحفيزية بقيمة تصل إلى مليار درهم، وذلك لاستقطاب شركات التكنولوجيا الزراعية العالمية لتكون أبوظبي الوجهة الأولى عالميا لتقنيات الزراعة في البيئة الصحراوية. كما ترمي هذه الخطوة التي تأتي في إطار برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية غدا 21 إلى دفع جهود تطوير منظومة التكنولوجيا الزراعية في الإمارة وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار في مجال الزراعة في البيئات الصحراوية. شن نيوت جينجريتش رئيس مجلس النواب الأمريكي الأسبق هجوما عنيفا ضد الخطوط الجوية القطرية لدعم التزامها باتفاقيات السماوات المفتوحة مع الولايات المتحدة. وأوضح جينجريتش في مقال نشره بموقع فوكس نيوز أن اتفاقية السماوات المفتوحة تسمح بتسيير رحلات جوية من دون الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة، مؤكدا أن أحد المبادئ الأساسية للاتفاقية والتي أبرمتها واشنطن مع البلدان التي لديها شركات طيران مملوكة للحكومة أن الرحلات يجب أن تعكس طلب السوق الفعلي، ويضمن ذلك عدم تحقيق خسائر بهدف دفع شركات أخرى للإفلاس. وقال إن قطر بدأت بالتحايل على هذه الاتفاقية، فالخطوط القطرية تمتلك حصة نسبتها 49% في طيران إيطاليا، ولكن يقوم رئيس الشركة القطرية بتصريحات حول مستقبل الشركة الإيطالية كما لو كان مسؤولا لاعتماد الإيطالية على قطر لتجنب الإفلاس. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. بنك بريكس يخطط إصدار سندات في جنوب إفريقيا وأوراق تجارية بالدولار الأمريكي في النصف الأول من العام الحالي. تنطلق القمة الأولى لتجارة التجزئة المصرية 2019 بالقاهرة في العاشر من أبريل المقبل، وذلك بحضور نخبة من كبار المتخصصين في قطاع التجزئة محليا وعالميا. وتنعقد القمة للمرة الأولى في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،
وتعد فرصة للتواصل وتبادل الخبرات بين تجار قطاع التجزئة ورجال الأعمال والموردين وأصحاب الشركات الكبرى من جميع أنحاء العالم. وأوضحت شركة بيزنكس فرانشايزنج جيت للاستشارات المنظمة للقمة أن القمة ستناقش التحديات التي تواجه قطاع التجزئة بوجه عام وبحث استراتيجيات التغلب على تلك المعوقات. أقر البنك المركزي الإيراني بأن قرار توحيد سعر الصرف الأجنبي عند 42 ألف ريال إيراني للدولار الأمريكي الواحد فشل في السيطرة على سوق النقد والحد من موجات الغلاء التي تعم الأسعار بالأسواق المحلية طوال عدة أشهر. واعتبر عبد الناصر همتي محافظ المركزي الإيراني أن تخصيص حزم عملة صعبة جديدة طبقا للسعر الحكومي بهدف استيراد سلع تموينية وأساسية من الخارج لن يكون له مردود إيجابي في هذا الصدد. ولفت همتي أن تخصيص حزم نقدية أجنبية بالسعر الحكومي فشل في خفض أسعار السلع الأساسية وزاد أسعار أغلب البضائع المحلية. والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. صرح رئيس بنك التنمية الجديد لدول بريكس كيم كاماث بأن البنك سيصدر سندات في جنوب أفريقيا وأوراق تجارية بالدولار الأمريكي في النصف الأول من عام 2019. وقال كاماث أن معظم العمل قد أنجز، مشيرا إلى أن السندات الجديدة في جنوب أفريقيا ستكون مقومة بالعملة المحلية وسيتم وضعها في بورصة جوهانسبرغ. ووافق بنك بريكس نهاية العام الماضي على 30 مشروع بقيمة 8 مليارات دولار على أن يعتمد ما بين 20 و25 مشروعاً آخر تتضمن قروضاً تتراوح قيمتها بين 7.5 و8 مليارات دولار هذا العام. وذكر المسؤول أن البنك سيصدر قروضاً بنحو 40 مليار دولار بحلول نهاية عام 2021، وذلك بهدف تمويل مشاريع متعددة.